يحتج تجار الأسماك هنا في السوق المركزية بتونس العاصمة ضد قرار الحكومة بإغلاق محلاتهم، يقولون إن سلعهم باتت مهددة بالإتلاف. هنا عنا حوت بيعني ولا تيسني خوي، نجيب خوي العبيد، العبيد مرهونة لهنا خوي، اللي عنده شيكات مسيبة واللي عنده من شوف خوي، شوف حالتنا خوي، شوف عليه خوي. وهنا في هذا الحي الشعبي تبدو حركة الأسواق والشوارع شبه عادية، صغار التجار وغالبية الأهالي كسروا حظر التجوال وفتحوا محلاتهم تحت وطأة تدهور واقع عيشهم. أنا ما تعنينيش نخرج باش يصير خلي يصير، أنا نجيب قوت ولادي، خلي يعمل محضر، أنا ما يهمنيش فيه، خلي يعمل محضر. أنا اليوم نجيب قوت ولادي محضر تنخلص نهاري، معناتها ما عندنا حتى وسيلة إلا أن نخرجوا ونبيعوا وما يهمناش نموتوا يا نحيوا، نحن في سجن راه. موجة احتجاجات شهدتها عدة مناطق في البلاد ضد قرارات الحكومة زادت وفق ناشطين في تأجيج حالة تمرد وعصيان مدني لا سيما في الأوساط الشعبية. شنو عندك البديل؟ شنو أنت باش توعدهم؟ حتى شهرهم، حتى فلوسهم، حتى شنو اللي عملت أنت؟ شنو هي أنت اللي عملته ولزتوه للبلاد هذه باش تسكر؟ باش تقولي تخاف على المواطن؟ أنت ما خفتش على المواطن، وراو نحن كنشطاء ولا كمجتمع مدني نحملوا المسؤولية والكارثة الصحية اللي باش تصير البلاد بعد 15 يوم دورينافون نحملوها الرئيس الحكومة رأسا. عدم التزام صغار التجار وجزء من التونسيين بقرار الحظر الصحي الشامل في البلاد يؤشر وفق متابعينا على انقطاع حبل الثقة بين الحكومة والمواطنين، وينذر باحتجاجات اجتماعية ومهنية قد تعود بعد عيد الفطر. أمام قرارات حكومية لم يلتزم بها جزء كبير من التونسيين تتفاقم أزمات البلاد، واقع ينذر وفق ناشطين بمرحلة مرتقبة أكثر تعقيدا وخطورة على استقرار مؤسسات الدولة. جلال موانع، الحرة، تونس،